أهلا بحضراتكم أعزائي المشاهدين. ما زلنا بنحفظ باراليكس جنثليون. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن معنى أول ربعين من اللحن. باقي أرباع اللحن بتمدح العذراء مريم، والسبب في تمجيدها في مناسبة عيد الميلاد المجيد هو إنها شافت عجب من عجب، شافت بشرط السماء ليها إنها تولد رب الكون، سلمت إن ربنا هيدبر أمورها وهيدبر رد فعل يوسف النجار والمجتمع، استحملت تشوف رب الكون كطفل اتولد منها، استحملت مجد المجوس بالتضاع، هربت لمصر لما اتطلب منها، شافت عجب العجب، لكنها فضلت محافظة على قلبها البسيط المتضع النقي المسلم بإرادة ربنا. حقيقي العذراء مريم هي تاج القديسين وأمنا كلنا وشفعتنا عند ابنها ربنا يسوع المسيح اللوغوس المتأنس. آخر جزء في الحصة اللي فاتت هقوله لكم كده وبعدين نكمل. الجديد بقى. الاثنين مع بعض.
أعيدها تاني كده الحتة الأخيرة دي. تاني الحتة دي على بعض. بعد الحتة دي الحته دي لوحدي تاني. Hey.
بقى من فاي طف انف فهنمشي فيها بسرعة شوية. اي 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 هقول لكم الحتة دهيت بتاعت فاي طف انف على بعض وبعدين نقولها. الحته دي نجرب كده. أول الحصة بتاعت النهاردة. قبلها كي
كمان مرة. فاتت بس بقى المرة دي هنزود بعدها يبقى كي اي ها كي اي ري الحته دي على بعض قبل بقى ما ننطق ر هتبقى ايه وبعدين ننطق الر في المره الثانيه في هزتين زياده يبقى تبقى كده كي يلا كي كويس كمان مره بقى مع اللي قبلها Oh,
مع الحتة اللي قبلها. من أول الحصة بتاعت النهاردة. مع بعض يلا 1 2 3. إن شاء الله المرة الجاية نخلص حفظ اللحن. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.